يعطيكم العافية شباب وصبايا، كيفكم؟ إن شاء الله مناح. معكم أستاذ شادي حجازي. أنا كتير كتير اشتقت لكم، وإن شاء الله بتمرق هيدي القصة على خير، قصة كورونا، ونرجع على المدرسة، وإن شاء الله بشوفكم ناجحين بأحلى المراتب يا رب. قبل ما نحل السؤال بالإلكتريسيتي لجريد 9، بدنا نحاول شوي نراجع بعض الأشياء اللي نحن حنعوزهم بالسؤال. أول شيء حنراجع أومز لو. أومز لو شو بقول؟ أومز لو، أومز لو الفورميلا اللي لقلو هي U equals RI. يعني الفورميلا لأومز لو U equals R times I. شو معناتهم للترمز الموجودين بهيدي الفورميلا؟ U هي الفولتج للريزيستر، اليونت لقلها بالفولت. الار هي الريزيستنس، اليونت اللي لقلها بالأوم، مثل حضوة الحصان مثل ما حكينا قبل. والاي هي الالكتريك كارنت، اليونت لقلها بالأمبير. إذا بحط الفورميلا ببيراميد تاعو الأومز لو، فيني أقول إنه U R I. إذا أنا بدي أحصل على ال U بقول R times I، إذا أنا بدي أحصل على ال I هي U على R. وإذا بدي أحصل على الـ I هي، إذا بدي أحصل عفوا على الـ R هي U على I. وهيك منكون خلصنا السمري تعولت أومزلو. هلأ بالبارت الثاني من الفيديو حنراجع الباور والإنرجي. أي إلكتريك كومبوننت بيصرف باور وبيصرف إنرجي، وبالتالي بدي اعرف جيب الباور كونسيومد لهيدا الالكتريك ابليانسز. قاعدة الباور بتقول P equal U times I. شو معناتهم هود الترمز اللي موجودين؟ ال P هي الباور، اليونت لقلها وات. ال U هي الفولتج، اليونت لقلها فولت. وال I هي الكرنت، واليونت لقلها أمبير. أكيد إذا بدي أحط القاعدة ببيراميد P equal U times I، وبالتالي إذا بدي ال P هي U times I، إذا بدي ال U هي P على I، وإذا بدي ال I هي P على U. إذا انتقلنا للإلكتريك إنرجي consumed by an electric appliance، قاعدة الإلكتريك إنرجي هي E equal P times T. شو معناتهم لهود الترمز؟ هناخد أول شيء السيمبل name. في للفورميلا 2 units، هنقول unit 1 unit 2. بالنسبة للسيمبول P هو الباور، اليونت لقلها بالوات. بالنسبة للT هي التايم أو الديوريشن، يعني قدي أخدت وقت هي والإلكتريك أبليانس عم تشتغل. يعني إذا عندي لمبة، قدي أخدت وقت هيدا اللمبة هي ومضوية وعم تشتغل. الديوريشن لقلها بالسكندز. الانرجي E إذا كانت الباور بالوات والتايم بالسكند، الانرجي اي حتكون بالجولز. سيمبول جي. طيب شو اليونتس التانيين للالكتريك ابليانس او للالكتريك انرجي كونسيومد باي الكتريك ابليانس؟ اذا كانت الباور بالكيلو وات والتايم بالاور، بتصير الانرجي كيلو وات اور، Q
كيلو وات تايمز اور، مش كيلو وات بير اور مثل ما معظم الطلاب بيفكروا، كيلو وات اور. يعني اذا الباور بالوات والتايم بالسكند، اجباري الانرجي بدها تكون بالجولز. اذا الباور بالكيلو وات والتايم بالاور، اجباري بدها تكون اليونت تاعولت الالكتريك انرجي كيلو وات اور. طيب شو الاشياء اللي بدنا نعرف نحولهم؟ نحن المفروض نعرف نحول من كيلو وات لوات، هيك تايمز 10 باور 3، وهيك تايمز 10 باور ماينس 3. ليه؟ لانه اوقات انا فيني بدي استعمل بالوات، اوقات بدي استعمل بالكيلو وات، بدي اعرف حول بين هود اتنين تيرمز. ومثل ما ملاحظين بدي اعرف حول الاوقات. يعني اذا عندي اور منت سكند، من اور لمنت تايمز 60، من المينت للسكند تايم 60، وبالعكس ديفايدد باي 60 ديفايدد باي 60. بس اذا بدي حول من الاور دايركتلي للمينت، بضرب ب 60 ضرب 60، يعني ب 3600، مش ب 1200، ب 3600 اذا بدي حول من الاور للسكند. هيك بنكون رجعنا الانرجي. طيب خلينا نحل الاكسرسايز اللي كان عنا اياه هومورك. السؤال بيقول an electric series circuit is formed in the adjacent figure. يعني عنا هيدا السيركوت هو in series. طيب خلينا نطلع closely على هيدا السيركوت اللي عنا اياه. السيركوت مؤلف من generator G، من دي برايم محطوطين ان سيريز، وعم بفرجيني الالكتريك كارنت طالع من الجنريتر فروم بوزيتيف تيرمينال تاوردز نيجاتيف تيرمينال. لنكفي قريت السؤال. طيب عم بيقول السؤال ان الكتريك سيريز سيركوت از فورمد ان ذا ادجيسنت فيجر، عندي الجنريتر جي الفولتج اللي له 24 فولت، عندي الريزيستور دي ريزيستنس لألو 48 اوم، وعندي ريوستات دي برايم اوف ادجستبل ريزيستنس ار اتش. ريوستات يعني انا فيني، شو معنات ادجستبل ريزيستنس؟ يعني انا فيني غيره ريزيستنس لهيدا الريوستات. اول بارت من السؤال عم بيقول شو باي ابلاينج ذا لو اوف اديشن اوف فولتج ذا الكتريك كارنت ان ذا سيركوت از جيفن باي ذا اكسبريشن. بدي برهن انه I equal UPN على R plus RH، بس using the law of addition of voltages. يعني اجباري لازم استعمل law of addition of voltage. اوكي المطروب مننا ببارت 1 برهن انه الالكتريك كارنت I هي بتساوي UPN على R زائد RH. اول شغلة بالجواب بدي انتبه لها انه بما انه الريزيستور دي والريوستات دي برايم عندهم هني ان سيريز، يعني عندهم نفس الالكتريك كارنت. يعني اول شغله حكتبها انه اي للدي هي بتساوي الاي للدي برايم، ححطها ايكوال لاي السبب لو اوف يونيكنس اوف كارنت ان سيريز. وبالتالي الالكتريك كارنت اللي ترانسفيرسينج دي هو نفسه ذاته والبي ترانسفيرسينج دي برايم اللي هي الريوستات. الريزيستنس للدي هو ار، الريزيستنس للريوستات دي برايم هي ار اتش. طيب انا صحيح كتبت باللو اوف اديشن انه عنده نفس الالكتريك كارنت، عفوا باللو اوف يونيكنس انه عنده نفس اللو الالكتريك كارنت، بس هو طالب مني باي ابلاينج لذا لو اوف اديشن اوف فولتج استنتج هيدا الريليشن اللي موجود هون. طيب شو بقول اللو اوف اديشن اوف فولتج ان ان الكتريك سيركوت ان سيريز؟ بنقول ابلاي لو اوف اديشن of voltage in series. Law of addition of voltage in series بقول UPN بمشي من البوزيتيف للنيجاتيف، UPN equal UPA زائد UAN. خلينا نكتبها U
Pn equal U Pa زائد U An. بس أنا بدي relation فيها U Pn، يعني هيدي بدي أتركها. بس I should get rid of U Pa لأنه موجودة بالrelation و U An. To get rid of them I will use Ohm's law. شو بقول Ohm's law؟ Ohm's law بقول إنه UPA بتساوي الريزيستنس لمين؟ PA هي الريزيستنس للدي اللي هي R تايمز الإلكتريك كارنت I. هلا هن نحن اتفقنا إنه ثلاثتهم عندهم نفس الإلكتريك كارنت I. طيب وبالتالي الـ UAN شو بتساوي؟ AN هي الفولتج للريوستات دي برايم، ححطها RH I لأنه الريزيستنس لهيدا الـ D برايم هو RH. طيب شو اللي حيصير؟ اللي حيصير إنه الـ UPN حأتركها مثل ما هي، بس بدل U PA ححط RI. يعني هي UPA زائد UAN. UPN هتركها مثل ما هي، UPA هحطها RI، والUAN هحطها RHI. إذا باخد common I بتبين معي R زائد RH، وهو كونه بده ال I تطلع UPN على R زائد RH، وهيك بكون برهنت relation اللي طلبة مني ب part 1. ب part 2 شو عم بيقلي؟ We vary the value of RH between two limiting values 0 and 120 ohm. نحن حكينا انه ال RH هو ريوستات، ريوستات هيدا ال RH هو ريوستات هون، هيدا الريوستات اللي موجود هون انا بقدر غير له الريزيستنس اللي له، وبالتالي حسب الجيفن اللي عندي قال لي انه هو غير الريزيستنس بين اثنين values اللي هي 0 و 120. قال لي calculate the value of I1 for I إذا الـ RH 0 و calculate the value of I2 of I إذا الـ RH 120، يعني parts A and B. هلا أنا معي relation هون، بهيدا relation هو معطيني الـ RH هي 0، يعني أنا هون أول مرة شو بدي حط 0. الـ UPN قدام إياها given، معي إياها given 24 هي، يعني هون ححط الـ UPN 24، الـ R ححطها 48، والـ RH ححطها 0. هذا بـ Part A. بـ Part B أنا معي الـ UPN 24 ومعي الـ R 48، بس بدي غير الـ RH حطها 120. طيب لنحل Part 2 بس هنحط الـ Given قدامنا. هو معطيني إنه الـ R هي 48 ohm، معطيني إنه الـ UPN هي 24 ohm. أم قال لي we varied RH between 0 and 120. بأول Part بدي طلع عن الـ I1 لما تكون، يعني هون بدها تكون 1 لما تكون الـ RH 0. الـ UPN معيها 24 والـ R معيها 48 والـ RH معيها 0 والـ I2 والـ UPN معيها 24 والـ R معيها 48 بينما الـ RH معيها 120. هي بتطلع بيطلع الجواب 0.5 أمبير، وهون بيطلع الجواب 0.14 أمبير. وبالتالي باي بارت 3 عم بيقول لي انه deduce the role of the rheostat. بالتالي شو الرول للريوستات؟ رول للريوستات هو انه انا لما غيرت الريزيستنس from
0 to 120 ohm. تغيرت الكرنت from 0.5 to 0.14 ampere. يعني الرول الريوستات it gives أو it varied the current. أفضل من it gives. خلينا نقول it varied the current. لأنه أنا لما غيرت الريزيستنس للريوستات غير الكرنت هو من 0.5 ل 0.14 أمبير. لنبلش ببارت 3 يلي let P be the power dissipated by R. يعني نحنا بنعرف أنه الريزيستر هو بده يحول electric energy ل heat energy وبالتالي حيخسر انرجي وحيخسر باور. الباور اللي خسرها حيسميها P. وقال لي ببارت 3A give the expression of P in terms of R and I. يعني أنا بدي relation فيها power وفيها R وفيها I ونحن already اخدينا قبل بمرة ومبراهنينا. ب3A بده relation between P, R and I. اوكي خلينا نعمل هيدا الريليشن اللي طلبها مني. اول شي الريليشن بتبلش P equal U times I اللي هي قاعدة الباور اللي رجعناها بالاول. بس بنرجع بنقول by Ohm's law U equal R times I. بالتالي P equal U times I. بدل هيد ال U اللي هون. خليني لونها بلون تاني يبين. بدل ال U اللي هون شو ححط R I. لأنه بدل ال U فيني حط R times I. يعني أنا حأترك ال P. بدل ال U ححط R times I. وردي كان عندي هيدا الآي اللي هون كانت موجودة وحتضلها موجودة. حتطلع الريليشن P equal R I square وهي هي الريليشن اللي بدو إياها. طيب ببارت 3B شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي calculate the value of P1 for I equal I1 and the value of P2 for I equal I2. اوكي هون بدنا نرجع نتذكر الجيفن اللي عملناه او اللي نحن حليناه. نحن عملنا calculation للI1 ان هي 0.5 امبير وعملنا calculation للI2 هي 0.14 أمبير. هلا هو عم يحكيني عن أي resistor بالسؤال؟ عم يحكيني عن resistor D وبالتالي عنده resistance R 48 أمبير. يعني هون عم يحكيني على resistor D مش على الريوستات. بس ليه هيدا الكرنت في نعتبره للresistor D كمان؟ لأنه هن in series we can apply law of uniqueness of current in series. بالتالي كلهم عندهم نفس الكرنت. طيب طالب مني ال P1 طالب مني ال P1. هلأ نحن برهننا قبل شوي انه القاعدة P equal R I square يعني P1 هي R I 1 square. ال R 48 ال I 1 معي 0.5 بعملها square حيطلع الجواب 12 واط. ال P2 هي R I2 سكوير لأنه أنا هون بس غيرت ال resistance نفسها ذاتها للريزيستور بس هون الكرنت اللي تغير مرة كان اسمه I1 ومرة اسمه I2. 48 ضرب 0.14 حيطلع الجواب 0.94 واط وهيك بيكون خلاص part 3B.
بآخر بارت عم بيقول لي the maximum power that a resistor D can withstand is 5 واط، يعني أكتر power ممكن يتحملها الريزيستور دي هي 5 واط. قال لي show that the resistor D can be damaged only in one of the two limiting values of RH، يعني من نبرهن انه ببارت 3C انه في عندي بس one value لل RH هي اللي بتدمر هيدا الريزيستور. طيب اذا بتتذكروا لما كانت ال RH 0 طلعت الكرنت I1 0.5 امبير، وبالتالي ال P1 طلعت 12 واط، بينما لما كانت ال RH one hundred twenty ohm طلعت ال I two 0.14 ampere وطلعت ال P two 0.94 watt. هو قال لي قد بيقدر يتحمل الريزستر، بيقدر يتحمل 5 واط. هلا P one هي أكبر من 5 واط، يعني ما حيقدر يتحملها، will be damaged at RH equal zero. بينما at RH equal 120 ohm كون ال P2 طلعت 0.94 أكبر عفوا أصغر من 5 so it will not be damaged. طيب منقول P1 equal 12 watt هي أكبر من ال 5 watt اللي هي ال maximum power، يعني RH equal 0 will damage the resistor. وهيك بيكون خلص السؤال لليوم. إذا عندكم أي سؤال فيكم تسألوني ويعطيكم العافية، وحلوا السؤال نقلوه على دفتر الصف، وبشوفكم بفيديو جديد later on.